بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في منطقة الفيصلية خلف محكمة نجيب الجادر. كما تلاحظون أن شبكة المجاري تعمل بشكل جيد ولا يوجد انسدادات بالشبكة، لأن كمية الأمطار المتساقطة على مدينة الموصل هي كميات كبيرة وبغزارة كبيرة جدا. كما تلاحظون نحن نقوم بفتح أغطية المنهولات والشبكة تعمل بشكل جيد، لأن هناك كميات من الأوساخ والنفايات تتراكم على فروحات المجاري، مما يؤدي إلى امتداد القلي فقط وليس الشبكة. تعال بالسيف. شو الرب العالمين، هذا ما شغلك اخويا. ارجع. الله يجي. تعال عدل.